هذا وقد أكدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني مواصلة الوزارة تنفيذ مشروع المحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين وإحياء قصر عيسى الكبير وتطوير مدينة المحرق بما يحافظ على هويتها التاريخية والثقافية تنفيذا للأمر السامي لجلالة الملك المعظم. صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم على مستجدات تنفيذ الأمر الملكي السامي لجلالته للمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمدن ومباني البحرين وإحياء قصر عيسى الكبير وتطوير المحرق بما يحفظ هويتها التاريخية والثقافية. المشروع طبعا بتوجيه من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بوضع الخطة التنفيذية واللي بدينا فيها من شهر أكتوبر الماضي شهد العديد من المستجدات والخطوات المتقدمة لله الحمد. طبعا من أهمها تم إطلاق الدليل الاسترشادي لمناطق التعمير في التراث العمراني، بالإضافة قمنا بتعيين استشاري مختص لوضع التصاميم التفصيلية لأحياء مدينة المحرق القديمة، بالإضافة طبعا إلى بناء وترميم الوحدات السكنية الموجودة في المنطقة كمرحلة أولى للمشروع، كما صدرت مجموعة من قرارات الاستملاك لعدد من العقارات في منطقة التطوير. بالإضافة أن حرصنا خلال الفترة الماضية على تعريف المواطنين بمخرجات المشروع، فكان هناك فريق متخصص قام بزيارة المجالس في مدينة المحرق لإطلاعهم على آخر المستجدات وكذلك الاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم لكي يتم تضمينها في الخطة التنفيذية، بالإضافة إلى تم إطلاق صفحة رسمية للمشروع على الموقع الإلكتروني يعرف الناس بآخر مستجدات المشروع. وطبعا بهذه المناسبة أرفع أسماء آيات الشكر والعرفان إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم لما يوليه جلالته من رعاية لهذا المشروع الفريد من نوعه وحرص جلالته على متابعة آخر المستجدات، كما يسرني أن أرفع أسماء آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو ولي عهد رئيس مجلس الوزراء الموقر على دعمه المستمر للفريق الحكومي المعني بمتابعة تنفيذ هذا المشروع واللي يعطينا دافع كبير أن نحن نواصل جهودنا لإتمام هذا المشروع على أكمل وجه بإذن الله.